هل حضرتك تتفق مع الاستوديوهات التحليلية ما بين شوطين المباراة، يعني هل تتفق معاهم على ان كان المفروض أفشة يبقى موجود؟ عادي، انا شايف ان الامور عاديه يعني، الامور ماشيه. قالوا ويعني بين لو اتكلم الشوطين على ان طرف كان ايه، قالوا ان بين الشوطين كان في تصويبات كتير، كان ممكن يبقى في تصويبات، كانت ممكن الحتة بتاعت قفشة دي كانت تستغل احسن من كده. ما هو هقول لك حاجه، قفشه طبعا لعيب كويس ولعيب محترم، ولسه برضه يعني اللي هو مش هنقدر نقول عليها مثلا عشان هو لعيب ده في لازم يلعب في منتخب مصر الاول. لكن طريقة اللعب بتاعت الراجل، حتى عبد الله السعيد مش في مركز 10 كابتن عصام، يعني عبد الله السعيد مش بيلعب في مكانه الطبيعي او الرئيسي. عبد الله السعيد لاعب كبير ولاعيب مهم جدا، لكن الراجل شايف ان مركز 10 في الغالب كابتن في العالم كله دلوقتي ما فيش مركز 10، يعني ما فيش فرقة كابتن في العالم دلوقتي بتلعب رقم 10، كمان ما فيش دلوقتي. في اسلوب اللعب كمان بره، كمان في اوروبا، كمان حتى في المركز 10 لو احنا بنذكره عندنا او الكلام ده كله، انت بقى عندك دلوقتي في التاكتكس او في الطرق الدفاعيه كمان، ان كل لعيبه كلها بتبقى لما بتفرد الكوره كلها بتبقى في حاله دفاع، فهو بيحتاج عناصر معينه تساعده في اداء الواجب الدفاعي والواجب الهجومي على اكمل وجه. هو بيختار عناصر معينه، وده الاختلاف على فكره، يعني اختلاف الراجل ان هو فاجئنا واحنا مش متعودين على ده، ان هو في المؤتمر الصحفي يستبعد 2 من افضل لعيبه الموسم اللي فات مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. فالراجل ما عندوش اسماء، على قد ما هو عنده انه بيختار العناصر المناسبه اللي تقدر تنفذ له شغله في الملعب. بالظبط يا كابتن. وكمان ان باص، هو باص برضه الحته الدفاعيه زي ما حضرتك قلت. وبعدين خلي بالك يا كابتن، هو الراجل طبيعه لعبه كمان، خلينا بس نقول الراجل ده بيلعب ازاي. الراجل ده احنا باصين له من زمان وحافظينه وشايفين ان هو طريقه لعبه الاساسيه، لا اما 4 4 2 لا اما 4 3 3، هو ما بيلعبش الا بالطريقتين دول. ف 4 2 3 1 دي اللي احنا متعودين عليها دي هتبقى صعبه عليه، فهو بالتالي مش بيبص او مش مهتم برقم 10، لان هو متعود ان ما فيش رقم 10. الراجل اللي نص الملعب يا كابتن، لعيبه كوره بتزيد مع المهاجمين داخل ال 18 الكوره معاهم، واول ما بيفقد الكوره بيستبدوا. ده بالظبط. طبيعه فكر الراجل، لكن مش زينا احنا لازم رقم 10 اللي هو مثلا قفشه، لو قفشه مش موجود يبقى الاهلي وقع. مش كده يعني يا كابتن، مفيش كده. فهو طبيعه لعب الراجل مش الاعتماد على رقم 10، لا، هو بيعتمد على ان اللعيب كورته كويسه بيكمل مع الهجمه وبيرتد والكره مش معاه. دي تمام. طبيعه الراجل او شخصيه الراجل، مش كده يا كابتن عصام؟ بالظبط، حصل فعلا فعلا. خلينا بقى ناخد اتفضل، في حاجه تانية يا كابتن؟ اتفضل. لا بتكلم لا، بقى في كلامك مظبوط يا وليد، لكن لا خلاف على أهمية وجود أفشة ومحمد شريف. أعتقد وجودهم كمان في المنتخب هيبقى إضافة قوية، لأن هم لعيبة مهمين جدا. أنا مش عايزين إحنا نتكلم في حاجة مهمة جدا يا وليد، إيه هي؟ مش عايزين نحس إن كيروش إن هو مدرب كبير أوي واسم كبير أوي، إحنا عارفين ده كويس أوي، لكن استبعاده لأفشة واستبعاده لمحمد شريف يبقى الراجل ده صح والراجل ده عنده حق وكل كان. لأ، هو الراجل ده دي وجهة نظر، وهو كل مدرب يبقى ليه وجهة نظر في اسلوب لعبه، بيختار العناصر اللي بتنفذ له شغله. هذا لا يقلل من نجوميه شريف ومن نجوميه قفشه، انه لعيبه مهمين طبعا جدا. طبعا. بس في حاجه يا كابتن انا بتكلم فيها، لا يعني انا بفكر بدماغ كيروش. بقول ايه يا كابتن؟ بقول ايه؟ طب انا عندي محمد صلاح، راجل لعيب مهاري طبعا في رجله في الكوره، بيعرف يجيب اجوان. تمام. طب انا عندي عمر المرموش جناح، او رمضان صبحي مثلا، الاثنين دول مثلا لعيبه كوره وسراع وبيشتغلوا في البيوت كويس. طب العنصر الثالث اللي هو المهاجم الرئيسي، طب لازم حد يكون بيلعب بدماغه كويس. تمام. ما انا عندي الاثنين الجناحين بيلعبوا برجلين كويس يا كابتن اسامه. برافو عليك. العنصر اللي هو رقم 9 راس الحربه ده لازم بقى يختلف عن الاثنين الجناحين. بالظبط. على الاقل يعرف يلعب بدماغه كويس لو انا عملت الكورسات. فدي وجهه نظر. محمد شريف بيلعب برجله كويس وبيتحرك كويس تمام،
بس انت انا عندي اثنين جناحين بيعملوا الوظيفه دي محمد صلاح عمر مرموش. طب انت بقى الراجل اللي هو المتمركز مع الاثنين المساكين رقم 9 بيلعب دماغه كويس، ده مش متوفر. هي في نقطه يا وليد انا بتفق معاك فيها، في مباريات انت بتحتاجها سواء جوه الارض او بره الارض بتحتاج فيها للعنصر اللي هو بتاع اللعيب اللي بيجيد العاب الهواء زي مصطفى محمد، وفي بتحتاج برضو المهاجم اللي عنده السرعات العاليه جدا خاصه في المباريات الخارجيه لما انت بيكون في مثلا عامل زون وبتبتدي تعتمد في المساحات ممكن تستغل شريف في ده. فعشان كده انا بقول لك دايما المهاجمين دايما بيبقوا مختلفين ما بيبقوش شبه بعض. فانا عايز اتكلم في نقطه مهمه ثانيه اكد عليها، ايه هي نقطه ايه؟ نقطه كوكا. اذا كنا بنتكلم في اختيارات كارلوس كيروشا ودي وجهه نظر معينه وكلها صائبه، طب انت ما انت بتجيب كوكا اهو، كوكا دوت اللي جه اكتر من مره مع منتخب مصر وما كانش موفق، مش هقول ان هو فشل، ما كانش موفق صح ولا لا؟ لكن هو بيعتمد على اللعيبه المحترفين، شايف ان هو بيعتمد عليهم بشكل كبير. بس انت